عقد من النزوح، وعائلة أم محمود تتكوى على نار العوز، تحمل هم 4 من أولادها المعاقين، تنتقل بهم من منزل لآخر بعد أن فقدت منزلها وما تملك من عز وجاه في بادية الثرثار لتحط رحالها في كركوك. كانت عندنا قاع وعندنا بيوت وعندنا حلال وعندنا كل شيء، بس من صار الوقت داعش تهجرنا وراح كله، قيعاننا راحت، بيوتنا راحت، حلالنا راحت، وقعدنا كركوك، ولحد الآن لا كل شيء ماكو. أبوهم تمرض وتوفى، هذول المعوقين، واحد عنده اثنيناتهم بهم تخلف عقلي، والباقيين يعني هم معوقين، واحد عنده سكر، واحد عنده فتحة بالقلب. ومن ذاك اليوم لليوم أبوهم توفى وأني عادين تليت بيهم، لا عندي راتب لا عندي شيء، ما أقدر أصرف عليهم أي شيء، الناس الطيبة يعني تصرف علينا. هم آخر يضاف إلى همومها بعد وفاة زوجها الذي لم يسعفه الصبر ولم يتحمل صعوبة الحياة التي لم ترحم عزيز قوم، وهو ينظر إلى أطفاله دون حيلة لتوفير احتياجاتهم. لذا تناشد أم محمود كل من يستطيع مساعدتها بتقديم يد العون لها. أناشد رئيس الوزراء يشوف لنا حل، يسوي لنا راتب، يرجعنا لمناطقنا، يعني يسوي لنا بيت شيء، يعني احنا عائلة كبيرة وما نقدر يعني نظل متنقلين كل يوم ببيت وبهيكل. أناشد رئيس الوزراء الكاظمي يشوف لنا حل، يشوف لنا حل هذول المعوقين والأيتام، لا عندي راتب ولا عندي كل شيء وعايشين، الناس الطيبة تصرف علينا. عندما تتقطع بك السبل وتعيش غريبا في بلدك وتنتظر رحمة السماء من أجل هؤلاء المصابين المعاقين، فأم تعبت وأثقل كاهلها من أجل توفير لقمة العيش لهؤلاء الفتية. سعد بن سلطان، قناة التغيير، كركوك.